السيد هادي العامري قال الفرصة تاريخية للخروج من هذا الانسداد. ما دامنا نتحدث عن فرص الآن والفرص مؤاتية وتاريخية، هل فعلا هناك فرص أو فرصة مؤاتية تاريخية للخروج من الانسداد السياسي؟ بالتأكيد هذه الفرصة يجب أن تستغل على أساس احترام نتائج انتخابات 10/10/2021 وعلى أساس الاستحقاقات الانتخابية المتفق عليها عرفيا بين الأطراف السياسية العراقية وعلى أساس عدم التدخل الخارجي. للأسف العراق أستاذ سعد المضحك المبكي في الوضع العراقي بأن الجميع يتدخل في الشأن العراقي باستثناء العراقيين أنفسهم. هذا يجب أن لا يبقى بكل صراحة، يجب أن يكون العراق صاحبا لإرادته. نعم السيد هادي العامري بين تصريحات وانفتاح اتجاه التيار الصدري، ولكن هذا الانفتاح أيضا مشوب بكثير من القلق وملغم بعض الشيء، لأن الشروط التي تقدم بين الفينة والأخرى هي شروط تعجيزية. يجب أن يكون الحوار بدون أي شروط تعجيزية وبدون أي شروط مسبقة، احترام نتائج الانتخابات ووجود كتل، يعني كتل من الممكن أن تأتلف في داخل البرلمان لتشكل الحكومة، ولكن ليس على حساب الاستحقاقات الانتخابية. هذا ما يجب أن يتحقق، وإلا فإن أنني أعتبر هذه المسألة الفرصة الأخيرة لتحقيق الاستحقاقات التاريخية انتخابيا كانت داخلية أو قانونية كانت تتعلق بالحكومة العراقية وإعادة سير العملية السياسية. هي فعلا فرصة أخيرة، ولكن كل يفسرها على هواه وعلى مصالحه. يجب أن تكون المصلحة العراقية هي الأولى، هي العليا، هي التي يجب أن يعتمد عليها، والدستور أيضا يجب أن يعتمد عليه. إن كانت الفرصة الأخيرة للإطار التنسيقي كما يقولون تكمن في هذه المرحلة بالاستماع إلى هذه التوصيات المقدمة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فعلى الإطار التنسيقي أيضا أن يحترم نتائج الانتخابات وأن يسير جنبا إلى جنب مع الأطراف السياسية، أما يختار أن يكون في الحكومة باحترام هذه الاستحقاقات أو في المعارضة. هذه هي حقيقة الفرصة التاريخية التي يجب أن تحترم. نعم.